فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان رجل لديه 3 نسوة وهو يقسم لكل واحدة ليلة، أما الليلة الرابعة فإنه يعطيها لواحدة منهن، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هذا يسخط الباقيات، يجعل هذه الليلة الرابعة تارة عند ذي وتارة عند ذي وتارة عند ذي لأجل العدل. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا كان هذا الذي لديه 3 نسوة يقسم لكل واحدة الليلة، وفي الليلة الرابعة يبيت لوحده ويعتزلهن جميعا، ما يخالف إذا بات لوحده ما أزعل واحدة منهن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.